بسم بسم الله الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. يا سيدنا نعم، صلوا على الحبيب. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. الله أكبر. كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم
وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله إنما يغفر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين يا معالي الدكتور يا رب إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة الزكاة ولم يخش إلا الله اللهم صل على حضرة الحبيب اللهم صل على سيدنا النبي يا دكتور يا رسول الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله كمن آمن بالله واليوم الآخر
حبيب برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم يبشرهم ربهم برحمة من مدد يا رب مدد يا رب مدد يبشرهم ربهم برحمة يبشرهم ربهم برحمة من وعد وعدنا
خالدين فيها أبدا. إن الله عنده أجر عظيم. جل جلال الله. جمع كده تبقى تقرا في الإذاعة ما فيش لا سخن ولا ساق ولا ساق. يا عبد الناصر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم. الفاتحة.